فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها المثنى، أقنار في السلسلة من الدروس في المحي بأمن في محمد صلى الله عليه وسلم، والدرس والسنين بفضل الله وبرحمته الدرس السادس. المحي بأمن في محمد صلى الله عليه وسلم أيها المثنى، إذ وقين إذ رسل ديننا، إذ وقين إذ الشرط الأساسي للديننا يقرض وينغ دقيقة سبحانه وتعالى يند إن في محمد صلى الله عليه وسلم وكان أي جبيرا الدخي قوية ونون أتحميم أكثر إيمان ونون أكثر بر ونون أكثر ولد ونون أكثر لعيب النار يقرض قويس عزيز سبحانه وتعالى النبي يقول بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه وأمهاته. سورة الأحزاب كاد يقرأ إن في محمد صلى الله عليه وسلم وكان آت الزورة أقفي تنفسي كما يقول لشو مجا عزيزنا في عادة سنفسيديز ويزمانك ودي جد الكرام سنفسيديز ولكن في محمد صلى الله عليه وسلم هو بقى هذا الزبر الزات نفسيديز خاطر شمي أي مثلا تنفسيدي العبد شو مجا الصوات الصوات البعيدة أروين يهارا يقرد خلاق دقيقا وما أبرئ ونفسي إن النفس أمارة بالسوء يقرد النفس يا البنات سكيدي دي تسمرا بكل سوء كنا كوين ندير مرة أكو يغارة يوضي عادة سنفسيديز صوت ذا مع آدم عليه السلام باش ندي السفرة دي الجنة تنفسي فينس قارون سوى شو ماسيك خسف سيدي ربي كلا سيقاعة تنفسي فينس فرعون ذا شو ماسيك ستي الصغر سيدي ربي تنفسي فينس وكان العيبة دي إلا مرة نقود قم كان يهيم إيجارا دمنا فين خلمن ذا شو مثل الصوت تنفسي فينس ولكن ماذا قلت لك تشين الزورة سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى في محمد صلى الله عليه وسلم ذا يقول هيك في الزور تنفس وروح تنفسي إذا تسامع كي قرانها في تنفسي فينس وقت صدورها ذي كان في دقار الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إنه يتسم لا يندهون ويتسلر الكامل ذي الإيمان إنه حجم ذي الليغة القويس أكثر جمانيس أكثر والدينيس أكثر برويس أكثر لعيبة مرة كما إذ مثلا الخطر ذا شو إذا بريده دي ويلعب ذا شو مكوي دي في المرة أكثر كويني لن كامل حجم بدي كانيكس دي جنث إجنث أرسك تبار بجميع عليه مثلا ذنش تجينا غفا أذا ريسيو ذن في محمد صلى الله عليه وسلم أذري ديس دبري ذن جنث كيف مثلا قال طريق الوصول طريق الوصول على الجنث طريق الوصول أقدام الرسول ماذا قلت تبعث لثر الرسول صلى الله عليه وسلم كي يوم غير الجنث ذو وجنك سوى ذن غرورس ولكن ماذا قلت ماشي يثر من في محمد اتبعث يتسع بلث خضاذ وبريد الجنث كما مثلا إلى قدر عقلك ذي يجب فيه من في محمد صلى الله عليه وسلم يحمل ما ينسيقر أمتي 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 ذي شو ويذي شغف المرة يبغى هذا ربي من ما ينس أسفك الأخلاق الحسنة آثي آي استبعا ذي لثر نينس يتوينك الغار جنث ذي يجب في سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إم يأخذ شكا إم الدحيث يتسيونه مدحو دي ودي مدحالة الخلق إلا نوقف ليس نغلق وني إلا أم بعديش أما ذي الأنبياء الرسل اللي قاعد نوفين وذي دي من دحالة أما تدي من دح إن في مشفيح صلى الله عليه وسلم هذه قار وإنك لعلى خلق عظيم إذ كيس دي كران الصفة ذن الأخلاق يوصف سيد ربي سبحانه وتعالى صلى عظم ينس بأنها عظيمة عظيمة صلى عظم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى المعنى ينس الأخلاق العظيمة ودي في كمين في محمد صلى الله عليه وسلم ودي في كرم الغير ينس كما يتمثل إذن ذي القمة من الأخلاق ولكن من سكسي مشبه من النبي صلى الله عليه وسلم يوش يسأل أنشتكن إذ ذكر بذي النعمة من الأخلاق إن دي إلو مين وبشر ربي غيس إلو مين يقرد إنما بعدت لأتم ما كان من الأخلاق إن دي المهم مين الوحيد ما في دي شكا سيد ربي غير أمين إن دي شكا عيد بشر ربي غير أمين والخيرك يخدم يا عبد مرة ذا شو الخيرك يخدم ماذا قل يستعلم ماشي من قد يتسكن أغرونا قد يتسكن شكشو قد يتسكن الحاجة صار ضد السينك وجد الرزق من هون من عند سيدي ربي غادي يسلم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولكن وين كيحميلك يا ربي ذا ربي غادي يستعلم الاستعلام كما يتمثل اذا في مشكل صلى الله عليه وسلم يروح ذا غرونا يروح المهمين باش ذا ربي غادي يكون ميس ان كيني وروح باش ذا ربي غادي يكون مينو غاس ماذا قلت شو ذو غاس ماذا قلت شو جرحه غاس ماذا قلت شوف غادي يثمر ذو غاس ماذا قلت حرف نيام ذي ثمر مدن
إن بينش ولكن يقرص سيد ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ماذا قال لك الشيء مضغ الظرف اللي سيد ربي عيني بغني ضرويده ورسع تشك ظرف والمهمين أضرب بغلومين أسنسك شمع الصفتين هان أذك صادسك الصفتين ديلا وإذا وقيني ذا بريد يتسوين غد جنة على خطر الرسول صلى الله عليه وسلم سيما نسي فرد أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق. حسن الخلق ما يسعى العرض صرف جايل هان إذا وقيني يتسعيك صواد غد جنة أي مدر خطر العرض يسعى بعيد عن جربي جنومين سوء الخلق وتقبي ظلم وصبى ظلم مذميك مذوينه ذي العرض لكن يبقى يدب وصبى ظلم العرض ونصور بها صرف جاي كي تسجني ذي الإنسان تسجني إذ العرض ماذا قليل تصور بها العرض ماشي دي ما كي يكتسيك ماذا قليل تغذيم النفس السينس ولكن ما يتغذيم الروح اني نس الأخلاق ولكن سوء الخلق واللي يسعى سيء الأخلاق يكره ربنا وكره الحجر الشجر يكره كيف مثل أما كان قال يحيى بن معاذ رحمه الله إن سوء الخلق ليود سيء إن دون فعتر الحسنة ما تقتدر غرض إن دون ولكن حسن الخلق إذ يود الحسنة أصدر ترى الكثرة السيئات ماذا قال لك تقتدر غرض يقرب الفضيل بن عياض رحمه الله إن ماذا قال لي الصحفي الفاجر إنسان الفاجر يسعى حسن الخلق يسعى الصفة دي الهالي تصربة أخير ولا ماذا قال لك الصحفي العابد إن دون صربة خاصة كيف مثلا خطر حسن الخلق يحمي سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذ وكن ذي الكامل ذي الأخلاق ذي القمة على الأخلاق وإذا كيف ذي الاسم تحسي لربي سبحانه وتعالى ما ديقر وعترش وإنك لعلى خلق عظيم باش أذي كسرين الصفة الصفة الدينية أغدير الصفة دينها إن دون سكين المهمين إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق كعيد مثلا إذا كان هذا الرسول شبيح عزيز يغدي بوين يدي بوين يوث المهمة باش أغدي الشفع ذي القيامة غلفات أغدي الشفع ذي الجهل غال علم أغدي الشفع كساو الدوسان أغدي الشفع غلوضة وإذا بريد الشفع غل جنة هي مثلا الجنة الدنيا كتاب زوار ما كان عندي قارئ ابن تيمية رحمه الله الجنة الدنيا جنة الإيمان جنة ما اكثر عن أركضنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا الجنة الآخر أغسي كثبار من جميع الإيمان. إذا الإنسان إلى قناعة بالله ماذا قال لنا الإنسان سولت له نفسه قد يهضر إلى نهار ما فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا قد يعقل بلي غلط تموس نمو السيلة مش بيحنا النبي والسيلة السيرين ولكن تقول يقد أم كل نسيم ما تسير بلي غمس لا يديرين يفقد أفوش بيحيك عزيز صلى الله عليه وسلم وركات سارة الشمس لا يديرين على فترة سمع ربيا بشدنا درم سليلها أن الإحسان للإساءة من سليم سليم دي لنا ذا سوم سليم العين كما يتمثل إذا الإحسان للإساءة مش الإساءة للإساءة ولكن الإحسان للإساءة أنا رم سليم أم سليم العين إيوين الدين كما يتمثل غسل سيامي لا نويته ذرنا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ترسل ذهن وراء الله ربنا سلم من ذهن وراء الله ربنا دون ذهن ولكن ويكتش الشيء نغي نسيم صربة باش تهضر امس ليل عايم باش تصرف شمس ليل شمس ليل عايم اذا سيدي ربي دقيقا يقرد ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن اهل الكتاب اليهود والنصارى انه ولكن اين هو نفرد كما هو السن لا انسان لا ذي الدين لا ذي الدين الاسلام ولكن كنا سنا شمس ليل عايم السن مثل قبل شمس ليل هذا الخطر ذي الاسلام غدينا لك اما نعرفوش احنا نبي باش يفوق امس ليل امس ليل دير كما قلنا اي مثل ولا يعني رد الفعل الانسان المسلم مريس بين ديننا في الدين الاسلام ماشي ذكر بين ديننا دي الشفاء القميص ما ذكرش بنيه ولكن هذا سلط الضوء في الاسلام بشون ديننا هذه درس السيره من في محمد صلى الله عليه وسلم غادي يزرك اللي تيقي حي وتطبق غفي مانيش ما تيشوف غير هذا خطر الرسول صلى الله عليه وسلم يتشوش قاعد العباد الدنيا مره يقرب ما ارسلناك الا كافه للناس بشير ونذير يقرب ولكن اكثر الناس لا يعلمون تصون الزرارة خلق من جهل شيء عداه الانسان الزرارة السيره في محمد صلى الله عليه وسلم وفي تسيلها ولكن اسمنا في سيلك يكشف هذا خيوي ويسعوا هذا غادي كايد مثل خزر باش نزر واش بحنا في صلى الله عليه وسلم ينيا غنكونين العباد الدنيا مرة مثلنا انما المؤمنون اخوة ذم زورا الاسلام يوحدا ذم زورا الايمان يوحدا ذم زورا ولكن غير المسلم يمثل من ادم الجهل ما غادي يدير غير الجنة هذا اللي مسمى يدير غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذي يدير الأنبياء والرسل خاطر كل يوم نفس الأنبياء والرسل مرة أكن من اللي كان ونقولش من خلال فرق يقال سيدنا نوح لم زواره أرمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين أحد منهم كعيد مثلا
فعدد يوم الجنازة نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يهودي يكرد إنه في مشلح صلى الله عليه وسلم مثل يفقى الصحابة يكرسي الدم يبدأس ولكن الصحابة نسى رسول الله ذي يهودي من يذكر ذكر إنه يسوش يحن النبي صلى الله عليه وسلم الناس أليست نفسا إنه يسمى شيء النفس مشي اللي يعدوه هنا الرئيس للجواب باش أنت أنسيهم أدي شعور قدر إلى عبادة من الدنيا مغر جهنم وش يسيد يذكر بيه وش يسكش من الكفار وش يسكش من المنافقين وش يسكش من الفساق ولكن شين ما ينسي ما سوف مركلا تكسر ما يكني من آدم أفي تكسر أفي تجمع غرورك أكيد جزي ربي سي خير سوى جسنا لأن يهدي أن الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر يعني يوني عهد هذا قلت هذا طيد يهدى في الضرب يسوف زيك يكشم هذا غير الإسلام سيد ربنا ذكي يقارد خير من سيد شرقية حشنا بقليلية كاي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يتوصل الجيش سمري فوق هذه روح على الحرب الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر يهجي مغافي وتمول الموحد يخدم ضد يتدفن دي غافي مانيش ماشي ديكرام ده هجم عليه هجم غافي وتمول مستحيل والف الف مستحيل الدفاع في نفس اللي زعما تر تمر تبراني ويتسجل من الجيش اللي ما ديكش مات مر تبراني ديال يهود وما ديك مر دي الشوف غادي ما يصير يهود تمور فغادي تهجم في الناس اذا ساري يزوير لا ما كان خلا كان لا ميور ديفونس سي لاتاك لكن يخدموا جميع النبي صلى الله عليه وسلم لان ما بيوصلنا الجيش أسيني غروة سمع ممغار غروة سمع ثبتوت غروة سمع ممغروفات غروة سمع التجرى غروة سمع غروة أسنايم اليهود النصارى المسيحيين دي الكنائس نسل ثوفمت الملعب دي سيد ربي الكنائس نسل غروة ثم تسقري وثم تشبوي ثلاثة فردسة واجيني تشريح للنبي صلى الله عليه وسلم أكما يثبت العمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسمعك في ثمورة القدس قال شألت شهيد السجين توماس أرنولد في مورد الجنيزة في دوبر بورس باش نهضر تيموانياج لوكسيدون أنا كي تيموانيو نثني بالذات للعلماء لوكسيدون كي نهضرنا في مشمعنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه قال إن الشاهد اسمه قرع عمر بن الخطاب في مورد القدس وإنه لنا اليهود هذا النصارى الموحد إنه لنا الكنائس نسل الجهن في خطر مثية التعالي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن تيمية غيث مثلنا اسمه يدهجمن التتار في مورد بعرام شكشمتين غير لحبوس مرة ولكن يروح ابن تيمية عن مكان النساء في النساء من كنيسة المجتمع تقدرت يروح باش ندي السوفة دي حبس أسمى نقضي باش ندي السوفة دي حبس أنا سير حل دي السوفة غنسي ولكن ابن تيمية الإسلام ينس أهل الذمة ويجي الدولة علي من غير أنا ماذا اليهود ما بزاصرة أكن دي فغين شيما دي فغو ذا لدي قول صراني ينس أن يتسوف مرة ويسوف غسنة مرة مثلا يفوذ مرة بيهدوذن فوذ من ابن تيمية رحمه الله أكن أيضا مثلا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه الإمام الجليل إسحاق يون الجاريس نسكر مثل تسجار كمان ذكر السكر مثل تسجار تسجار إس إس إسق الناس مسكين الغص ولكن بشر هذا عبد في الناس نغلا شيء ذكره دي مو حالي لكن يلك سبد يبوس بصار بين يظنني بوس يشلر من الصوت إن سودي جينر سج جعل سجل يغني كرت صباح يرزف الناس إن سدنا بقيت لبونيس إن شو عندي ديسكر أنا موزر هذا شيء خدمة إن شو بقيت يسكر أبو حنيفة رضي الله عنه يركب زيلين سر هذا حس أردنا يهذا رأسه من يستكف شو مش تجين اسمه هذا كم ربيت تشوفه من الجاري والحيرة في الحيرة الكنسي ما قد يتشوفه أمشي سيسل أبو حنيفة رضي الله عنه يقول يتجرى ديس يقول يتجرى بس يعني ما بيتص يقرص شو نما هو المسكين ولا شو هذي دي مكذب أكمل ساعتي طرق عام فرش السكع شو نما هو المسكين ولا شو هذي دي مكذب يروح أبو حنيفة رضي الله عنه ما مثل السوفا دي حس يصير مثل الفرس في الزيلة ينيس الصحراء يتقارض كل مرة عام فرش هذا ساعتي وبقرب شو نما هو المسكين ولا شو هذي ولا شو هذي دي مكذب أهتر تشوف ينيس والله ما تصدي يا إمام ينيس عوض أكون عوض السكر ولا عوض تبع قبلنا الخمر بس إني ميثوب يغضب سوى السوفا زوار ذي المسجد وجد تعلمنا في محمد صلى الله عليه وسلم كما يمثل وجدنا سيد يومر سيد ربي سيد يومر في محمد صلى الله عليه وسلم وسيد ربي قرد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يقرد أسبع من القرن في محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حميم سيد ربي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إذا ماذا قلت حميم سيد ربي تبعث الركطفن في محمد صلى الله عليه وسلم أخذر وين تتبعث بالله العلي العظيم ذي بحد دوني ذي بحي أخر كما يمثل إقرأ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونشره إلى القيامة أعمى إن دون الذي تبعنا بريديو إن سيد ربي تقف كارت زيد ضمنا إن دون الذي تبعنا بريديو إن دوري تشفره وبريدو لتشيل الشقة إن دون لكن وين يخبرك أنه بريد لأنه سيد ربي سبحانه وتعالى إن سفر الثامعيشة ضنكا إن سفر الثامعيشة طوعرات
ولو نكشف لي مليار من الدولي ذاك الغربوس هذا نكشف ولكن ثم عشت بعرة تيشعر ما يشكشفوا كثير جاز من الدولي ثم عشت بعرة تيشعر أي نيفو ما يصحى على أي نيفو ما يسعود دي دولي ولكن ثم عشت بعرة أسيك السيدة ربية هنا نز دخل المخلص هذي عش دخل السعية ما دي عش قامل بعيد دخل جور بيجي من إذا الدبري ذا ربي الدبري النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكشفوا يدمد أم خسر يعني شو إتقار العلماء تمرث من الغرب غفية كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نادي ذو قدي يوم الدرس الدروس في المحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونقضت بشد يعني عن التموانياج من العلماء أشي إتقار العلماء من الغرب شو تهضر وش بيحشون به صلى الله عليه وسلم باش أنزل الحقيقة أم يجي خطر بذلك الذي نسي ما دي هذا الفلس ما هذا بلك يمارش إمار الأرواس أهد بلك مش سبولي سيدين ما هذا حشر بقعين سبحانه ولكن ما ديني وينك فعلا ما في الإسلام ديني والذنش الاثنين دي قرر من تقارك سنغى الإسلام هذا ديني لن اندي لن غفوية ونسنن دي أكيس أجيني مقارن جورج برنار شاو في ثمورث الإنجليز اللي يونو فايلة شوف اللي يوني خدمين لبيس دو تعالى ليش دي قرر برقز أجينا فوش اللي احنا نفيه صلى الله عليه وسلم يند ثمورث الدنيا يند حواج يونو برقز يتخميما أخمم يتخمم يتخمم محمد صلى الله عليه وسلم فطر الإنسان ما يدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد يسبع الصلاة والسلام عليه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشر غصف فطر يدرث دي يوني ذن سيبعاد الشيء نقاف الدنيا خطر ذي من فعيني باش أدي صلي في لك سيدة ربي دي سبع سنوات عشر قبل أكيد يقرب أكيد يقرب والجزء كيم وكنيسي كيم جورج برنارد شاو يقرب يترد أخطر الجزء كيم إن في محمد صلى الله عليه وسلم الذي سرس دينيس بمكان النقطة بمكان العين بمكان السين بمكان السلام بمكان اللهنة وكس على الرحمن أخفرنا إن في محمد صلى الله عليه وسلم خطر الدين نسي يبنانا في العلم يبنانا غفل المعرفة إن الدين كيم أتصل في ثبان بقرأ وتمرثي وده الدار السام العالم جابنيزيم إذا أتصل في ثبان بقرأ وتمرثي إن دويد يشعر المجال قرحان دي تمرث الأوروب دينا جيم ولا قراريس يقرب يعلن غيبات إن لا دل يركز دي القرون الوسطى من القرون جادا إن تهضر في الإسلام تهضر في الإسلام شوها الصورينس إن دش يستخدم لكن إن الدجال والسنارة إن الدجال إن أبو تاع الصوب للراسيس بسحان للراسيس إن ولكن واسم مالش الإسلام ذا هون المسيحية اللي قال جورج برنارد شو أما ذا في محمد صلى الله عليه وسلم أنا مد دينس إن ولكن كنا مسمين طلع في الأمر الديني الأمر الديني إن ذا في الأمر النفيق إن الإسلام يدفك سيد ربي إن ذا لفت لعمة ضد نثي جي ونوس والسن سيد ربي يثلث عذوث من الإسلام غير المسيحية المحال وإذ قلت سعين في صلى الله عليه وسلم قلت سعين الإسلام قلت دي سيد سيد ربي ذي دينينس إن العبة ربي كيف مرة إسعان الرحمة ربي مثل يتسرو هذا الزرديون يدي في غرام ودي كشمارة غير الإسلام تمسرو ذي مطولة يتسرو في الأسوش بيحن الفيه صلى الله عليه وسلم يعني إسعان الرحمة في العبة مرة كم يدي قال وكذا كان غير مثل ان الدار الرحمن كسانا في الاديان مره اكيد اكيد كمل ان دي كنا ان ده سنسمي منقذ البشريه ان ده سنسمي لو سوفتير دو لومانيتي ان ده كاس سنسمي ان في محمد صلى الله عليه وسلم ده وفي له شوف كان اجنيز الى يونا نيفن كانش توماس كارليل دي فورت ليكوس فورت ليكوس ارتفع انجلترا مثل في جماعه دي دوك فورت كينيا فورت بريطانيا يقال توماس كارليل اوجنيزيم يدرس الشخصيات التاريخ مره من قسمك واسمك ذا دوني ذا شو مدي هذا عفوش بيحنن في صلى الله عليه وسلم يخم مدي وتكتاف 1845 في يقول لهم فلاس يحنن بري نوبل إمي قرن الأبطال نغلي إيرو ويخدم مشيون الشاب يترم قرحات في محمد صلى الله عليه وسلم يقرر ديون القوم إنك إذا شيء يتسادى فيه إن ديون القوم يتعيش دي السحران دي ثمورة حشر من إن ديون وسني إلى الشان يوي جيني إن دي السعالي كل الحود ويريوني الحود الشرق الغرب يونس ويوسي وسني إلى ثمف إن دي ولكن اسمه دي بعث في محمد صلى الله عليه وسلم عن جارس إن ديون دوغلن ألن تمرد دونيت مرام في اللسن أمس العلوم أمس المعارف أمس يكند القلة ترق الثرن أمس يكند تعيش ضد الأغنس العزة إند أعد يون القرن في ندي ومن في محمد صلى الله عليه وسلم إند ثفتيش مرات النور في عمار دونيت كبير قرط مسكارين ندي ومن الجائزة ونبري نوبة غفية إند إن أنشتاين خذ كيف مثلاً كدي قرأ توماس كارليل يجرون يقرأوا حمية ضروحية إدي قرأ وركز كيم ذاكنيسيان اللي بوسي توماس كارليل فتح حمية ضروحية من الحمية اللي محمد صلى الله عليه وسلم إن ضروحية
إن الجيول العرب قرآن أثن كل يوم دين غريسيين باللي مدر الديد وديو إلا وديو در في محمد صلى الله عليه وسلم يستعصي الصفة إن دو تنه سيارة الخطر يستخل أكد يقرار وركز أجام وركز أجام يزمن إن باش يعني أديني باللي مدين الإسلام يبنى ما حيك لغا في محمد صلى الله عليه وسلم دخل داعي كلمة خداعي غاشي نغي تزويع إن دا نشتري يوم غلاش واحد قبل إن دا خطر الرسالة ينس إن دا ما زالت الشراج البنية ذي طيج القروان ثمورا الدنيا مرة ذي الوقت اللي ينسى من وسيا الدنيا أكثر من 200 مليون لعبادة تتبعان إن دا ترى 200 مليون أجام تتبعان كأجام اكتبعان دينا جنسين يفغذنا كي عاقي يفوق سوى نستجيان بوانت انتروغاسيون توماس كارلين إيه مثلا لأن العباد لأن كلام العلماء يجب تنشدون على الكلام يقول شاهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن المجتمع المسلم يسمى حارب بشد فلن أخطروا فرار نسوف الله وزمنا دينين عينانين بليم شاهد لا إله إلا الله رسول الله حاشو إذا نعي كيف كان ثروة حنسنا دينين مهمة دينين استقار الله كان مثلا إذن إلا يون روميان قلس ألفونس لامارتين لامارتين ذو وكان الإنسان الكاتب الفرنسي المشهور مسلاوي كذي قرر الله لتراتور تدرت المرأة ولكن خسرت الشوم أشهر يعني كاتب ذي القرن التاسع عشر في مدن فرنسا إن دم ذلك لغة القص النواب تسار القص العبقرية العبقرية من الجيني العبد يعني أين سعر الانتجانس القص إن دم الوبجيكتيف وين في جيحو كل يوم العبد يدولي ذي الوبجيكتيف والوبجيكتيف يسيم ذا شوف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا هذه خمي هذه ويزاد هذه خمي السياح ذي الدولي وذي خمي الجن باش هذا سيكشف إنه الوبجيكتيف العرض إذا القلة اللي موايا إكساعة إنه تبوه للرجل تسبكتاكولار إغاري الصور يتسمى النتائج يعني إقنجحن مليح مليح إنه تبوك زمرد يقار لي مالي صغار في محمد صلى الله عليه وسلم ذو كانت السؤال إذي يسأل إذ مثل هو الكازي كان لامارتين تمرض من فرنسا إنه دغاس ملك الله لان العبادة قاعدان لدوني إنه تخدم من القوى سخدم من القوى الصارمة إنه تخدم من أي بلك أهد أين يبر العباد إنه ولكن أسمع روحا إنه تكراد إنه يروح يديد سن وسعد شيد يقمن إنه ولكن في محمد صلى الله عليه وسلم أين يخدم إنه يقضى في العبادة عبادة الأوثان إنه يرفث علمت لا إله إلا الله محمد رسول الله إنه ما زال سلف لحو أنا أحمد سيد ربي أنا شكرا لكل إنه خدي من نظيف مرتين سيد يثمر لا إله إلا الله محمد رسول الله دو دركون لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الله يقبل لا نقدر نعيش عندي ثمرة أن تدرغ دول نزوم وزرينا والسنة شيء مقام في محمد صلى الله عليه وسلم أي كان مثل الذي قرأ وركز أجين أي مثل يقال في محمد صلى الله عليه وسلم يدي وين دين السلم يدي وين السلام يدي وين صلاح الإمام إن الذي يقضى في الجميع في الإسلام يقضى في الأوثان إن على خطر إسعة في بيتس إن الإنسان متواضع إن الذي يستخدم إن المحال مستحيل ألف مستحيل يستخدم العنف العنف في الرسالة ينس إن ذو الرحمة ذو الإسلام ذو سلام حكونية ذو سليل ذو سليلها إن الذي وكيل محمد الخطيب محمد النبي محمد المشرع محمد المحارب قاهر الأعداء ذي القائل إن ماذا قلنا نخسر المقاييس يجب يسين قسك العبقرية الإنسان ده شو ممكن يقال إن هل هناك أعظم من النبي محمد هل هناك يخدمت بوانت انتروغاسيون السؤال أهل طري لو قلنا أعظم من في محمد صلى الله عليه وسلم حشا سيد ربي كان ليس أي كان يدمث إليون ملك يعني مقارن مايكل هارت يخدم أكام ثموسني سكاكا يدم ميام لي بيرسوناليتي مرة قاعدان بالتاريخ وذاك يخدم يعني سطرنا في ذات نسل أما دين علم كفري دينها ذا شو إسر سنة محمد صلى الله عليه وسلم ذا مزوار مدين القيمة إن ذا تصل إليه دهشين بذلك يغران أي قيم يخدم غكا أشي مغيت سرسا ذا مزواره إن ذا ولكن ولاش بيقى نجحان دي الرسالة إنس أما ذي الدين أما ذي الدنيا أم ذي محمد صلى الله عليه وسلم كيف مثل إلا يون قناص لتسين ذيون الأستاذ إكسارين الديانة المسيحية ذي الجامعة بيرمينغام ذي بريطانيا ذا شو مدي ذي قار ورقزة قيمة مثل إن أدي قمك الزاف الجمهورين السن أدي سمتحن في محمد صلى الله عليه وسلم أسي قال أميش المكة يبنى مكة يا مخلص العالم من ذل العبودية أو إن ديك سن العبادة الدنيثة في الإسكلاباج أو إن إدي السفن العبادة ذي القيامة غلفات إناس العالم ألي تفتخر يسكي أي شكر سيد ربي سبحانه وتعالى سلمين حام سوكا ديوكا دي خدم سيد ربي شوش جايز إن في محمد صلى الله عليه وسلم يقال دي قرص يا نسل إبراهيم أمين دي ويندي أو دي فغن ذي كذب من في إبراهيم
يعني أول إجمن حن السلام الدنيا يهنا من الدنيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا السلام الدنيا ما في هذا الشيء نسيم كشدي هنا ما في هذا الشيء نسيم كشدي رحمة ما في هذا الشيء نسيم كشدي النفع ما في هذا الشيء نسيم ثو الطف في القاعدة زمرد ماذا قلنا في موقع تصل قاعدة سعد الظارك في لشوف سن قدرة يقنع فيها كذي ماذا قلنا كشيني ماذا قلنا في الطف وشيك ذنب لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى قناعة قبل حشر لهذا ديك الشورك وجمال ديكر وديك ومسلين ديني وديكار الشورك يقبل سيد ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولكن إزدقار وشبيحن في صلى الله عليه وسلم ولكن وشبيحن في صلى الله عليه وسلم إن تبشدين كان مدينا الأنبياء إلا نقبل مدينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يمر المؤمنين شوانش يمر الأنبياء والرسول أم كل العالم الإنسان المسلم المؤمن رحمة للعالمين مثل هذا الرحمة غفل المجتمع يقيت عايشة يقيت عقيد بالله الديانة نكتب خص كان يتبثل خطي الديانة خطي الدنفع هاتك سليمان يتبثل الغير نظر هاتي ضروري كرت ولكن إيش حاشي للعالم ما يقول الغير نظر إذن هذه قارة العالم التي إنس أنه أوين إجزر عن المحبة ولون الخلق أوين إدينا داخل الشريعة إنس إنما الأعمال بالنيات أصدق خزر كي شكولي سفانا لده الدار المجانية مثلا إلا يوين قرنس صديو نويزي الذي ثمرت من فرنسا إنه في محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إشجارة بينا ثمرت بارا من وحدش ولكن إشجاهي للعالم العالم مرة إثمر الدنيا سدر بزدنا وما أرسلك إلى كافة للناس بشير ونذير ولكن أكثر الناس لا يعلمون التشريعات دي تند الإسلام وتخصر يون القوم نغيون كان ولكن تخص تخص ثمرا الدنيا مرة أم كان يتعامل الخلق الدنيا يبغى سدر بذيون كلكم من آدم وآدم من تراب دي قرص الرسول صلى الله عليه وسلم لآدم كنت فكامل يبغى سدر رب سبحانه وتعالى لزرع المحبة الأخوة وغيرنا أنمي يحمي وغيرنا خير الناس انفعهم من يقارب مجمع النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ذي العباد اذ من يجي انفعنا في مالنس اكنا يتمثل ان التعاليم التعاليم نس الذين الذين يروح يثمر دون ثمرة إن الدين يجب جن البليغ إن في محمد صلى الله عليه وسلم عظيم في دينه عظيم في أخلاقه عظيم في صفاته وما أحوجنا إلى رجل مثل محمد نبي المسلمين إن نحوج نحوج أرجزيا إن في محمد صلى الله عليه وسلم إليون فيكتور هوغو إذ مثلا دين من أولش أم شطوح أم قرآن أولش من سيلارة فيكتور هوغو إذ مرتب فرنسان يوم لكن إلا أم قرآن ولكن أرقز أجين يخدم يوم في القصيدة في القصيدة نقل أم بوية من أم قرآن أفن في محمد صلى الله عليه وسلم أسمع قسم تساف يخدم أثني الله ذي الانترنت ونجبات يجبن أسمع الوفاة لأن في محمد صلى الله عليه وسلم أي خدم أدن بوية من نوذ نسيل شروم فيكتور هوغو أرقز أجين إذ مثلا إن تقدس الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله أسن 6 سبتمبر 1881 دخل المجمع سيدي باري ويحضر يوم الشيخ فزدين مثنى من تلمسان يحضر الشيخ شيخ إبراهيم من تلمسان الجزائر ويسمى إيمان فيكتور هوغو ويسمى أبو بكر هوغو أكان يتمثل والجزائر إذ فلس يعفو ربي إذ تفكر بغى رب الرحمن من سيدي ربي يموث 1885 كان يتمثل إلى يوم القرار مانين من كرام بيرت لين سانت هلال الجزء الثاني يكتفي إذا تكتفي في نفس الشرقيون وعادتهم يندن في محمد صلى الله عليه وسلم إذا عام العباد لا إله إلا الله محمد رسول الله يندن ولكن دعوينس دعوينس إذا عاس لهنا دعوينس إذا عاس اللط دعوينس إذا عاس سرح بنيين شو مسلي الهام صرح مين صرح مينس ينجد الموحد يسعى كلام بين ديرم والور يعذوني سرقة رجال الذكر كما يتمثل سيدي ند لا تسنى الصفات التسعون العبد العارف كانت تسيد ربما يحمل العبد التسعون إيه ندو حاشا في محمد صلى الله عليه وسلم التسعان أكثر في جنة العدالة أكثر الرحمة لا جيس ليس القال دروا إيه ند أكثر الرحمة تقويز أي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قارب في الناس فقول ماشي متكشين برغة الإسلام ذكر كي سعود هذا لا إذ ليوث الغزوة من خميس نبي مشبيح صلى الله عليه وسلم قال أس غزوة ذات طريقة أسمع الدوكرين إدبلان ينسل من غريون كان يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم غير يوث تجراني إستاخة ويسار السيفينس السحاب الكرم لنا كسيبان جلس تجراني سعنا كنتي يثم قرحة إنسان كان التصوض جلس يوش بيحنن في صلى الله عليه وسلم خطر حميد أكثر بكنا في حمية عبد الدنيا قرنس في ذاك أبي وأمي أن قالوا إسال سيني في ذاك أكيد في دوص لذا ديما إسال السيفنس يكرد يروح ديونا العربي قرنس أورث بن الحارث يدمن السيفنين في صلى الله عليه وسلم إسال سيستا أرون قرنس إسوا كمن عن الفسيو يا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يفقد خزرة الدينيس الله
أركزني يرعى الشيخ مثلا يقول لي سيفد الشعر سيفد يغني السيف بخاء ويجمع في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن يسيك شيء نذر ولا كمل عن إن يسكن خير آخر إن يسكن شفور رحمة ويدخل سعد شرع يدخل إن يسرح راح يسمح لك إن يس ولكن الشعر لا إله إلا محمد رسول الله إن يس شهيد غار لا إله إلا محمد رسول سينا العرب يغور من الحارث إن يس ولكن عهد قرق حور غاب ونعاون وين رك حارب إن يس يسمح لك وراح يسال يا ربي فيك يقول غار مور في سشيس نقار إن يس روح هذا اليوم ورجز الخيار دي إكسرسين دار نسر القاع الخيار دي خلق سيد ربي دي خلق نسر القاع أكان أي مثل إذا شلحنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم العالم كان سليه تولستوي مولانوس يعاش ب 1828 ميلاد 1910 الجزاكي ذي المخ وسعنا له مثيل لسه السادة مع صرنا وسعنا له مثيل للفيلسوف الكاتب ليو تولستوي ذي مولانوس يخدم الابحاث في ديالات مرام ولكن اش من غير يقول غير الاسلام يوي بلي اين يستخدم المخيس اكنيتي غير حال من يوفا اين دين ناس اللي ربنا ديال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوفا لا لا كونفيرجونس يعني شو قال وين يستخدم ما كان وين ان وين يدير النبي محمد صلى الله عليه وسلم اش من ولا بلي الاسلام يقرر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه خزر كان ولا شو الزمان ديالنا وين يقول بقيت سمراري ونقول حاجه ما تحمضي غير هيك انا تحمض ايمانك باش نصرف لي دابا كاين الميزان نقول نعم يا سيدي ربي باش يعني باش انتظر لا نخدم الشعائر الدين بعد نقول بالك هذا ما يغلدك ما ثم كيف السنه هذا حدث المحق هذا دور سبق في رجلك شمال هذا السن هذا السن كيس لا يلقى خزر بلي سيدي ربي شواليا يزرش بلا نقول ولا 970 مليار لعباد الدوله سيدي ربي وتجمع هذا التعميض أذكر قال ماني غير ميزان بس حمي ذي غير هيك حمي ذي ماني أقياك تسعد الإيمان داخل قوي ملاش إلى قطع وضب قطع قطع وضب هذا المعالجة الدينية الجزئية مثل اسم الجزر الدين في محمد صلى الله عليه وسلم جمعية داخل جيف الكتاب داخل يقول أحد الناس جمعية هيدا إيش صغار يثن إيه قردان العصرنين سدي موسكو والجزئية إيش صغار إيه قردان سدي موسكو أي صغار إلى حد من في محمد صلى الله عليه وسلم يعني أي مثلا يونغريد إجماد قسم 18 ماي 1903 إجماد الجمهور يعني من العيبة ذي نخل من المحاضرة ذا مقرحة بشو في دي هذر إهذرت في حجة الوداع في محمد صلى الله عليه وسلم اسمي دي حجة خمد يوم الخطبة اللي بد الشعب ويس وناس أهل منظرات مرة شدينا في محمد صلى الله عليه وسلم والجزء جين يطلع في جين يريس الجواب إن في محمد صلى الله عليه وسلم يريس الجواب السقارة لهذوري خش من غدا في قويم ينيس حمياك وتشفى هذا داخل قويم ينيس حمد الله ربي شكرف إن كان يجي عشنا رميكسنا ينيس وثيري نثنى الداخل قويم ذا المستحيل هذا تفوت أكما سيقار والجزء جين تمورف نروس أيد مثل إنش الشريعة إن الدينينش أذيعون ينثور ما ثم الدنيا تذيعون إنش شريعتك ستسود العالم أكما يصدق على خطر في الحوض في الحكمة في العقل في الحوض الحكمة كما يقول بس يعني شو مدي مقارنة سجلين سو جيس تنتم وان يجدو لوكسيدون بشان كسو بار في الإسلام اسمه للسلام الإسلام للسلام اسم السيد ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى السلام اسمه للسلام والقعامة يمد يخلق سيد ربنا القعامة يخلق قدر عبد ثلاثة عمرا يفكيز الإسلام ذا الإسلامي يفكيز ديهنا سيد ربنا سبدت ديهنا ويفكيز ديهنا من القعامة كل عبد ثلاثة عمرا وماذا قلت تبعض بريد الله نمي يفكى سيد ربنا اليوم ما يصغر الجنة ميك سماك دار السلام كغير مثل باش أديك سلعب أو با الإسلام ذا الرحمة الإسلام ذي هنا الإسلام ذا أم يتجد سبال أول من سيم أي مثل إلا يوم الأرومين هم يقرن جوستاف لوغو أكيد هنا إلا دي مدك لغن قس القس القيمة قرقز نقع دندي دوني شوين ساعة نزل شوين شوين الجن يروح من بعد ما يروح إلا أعظم ما عرفه التاريخ محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من عرفه التاريخ إيه ندعو لش ودي ودي وفلان النجم في محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم قناص ماستر داز الإنجليزي إيه ند محمد صلى الله عليه وسلم إيه ند خدم ثامور سيراحين إيه ند الطبيب إيه ند القائد إيه ند غرض لشو ندينا إيه ند يكفي أنظر الحديث اللي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع إيه ند نكون ذي القوم ونسترح حشمان الروز ولكن ما نقدم غرمك يا ونسترح حشمان الروز مش هرمان عمر عبدالله
السلام على روح اشو ما ديكو ديش كمير المستر دازت الانجليزية اديقا اينا دبو ازميرا لنا ديني العبد دي العصر كي يتعيش كامل سن كثران الطباث ذي العقل لانتي لجونس يوين مرة ذي الطباث ذي العصر باش اللي فكي يقول النصيحة ام النصيحة لبي محمد صلى الله عليه وسلم اينا ديونو ازميرا دي السوى باش اللي تجيه اكام يدمدن اقارد يقول قرص بيرتران راسال من فلاسفة بريطانيا يقول بري نوبل 1950 اينا دغرغة في الاسلام عقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اينا دقو في داخل الدين الاسلام بلي الدين العالم والدين البشرية دين لومانيتي مرة اينا دا خطر التعاليم اينا دا نخدم البحث في الناس اينا دا نخزر التفاصيل وين دينا سيدي ربي غير دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم اينا دقو يسي سيدي نسوي لي بري نوبل اينا دين الاسلام سيدي نسوي لي بري نوبل كي يقال ايد مثل وركزاكي يقال الى يوم قناة سيلرستين السوجي ديون والديون الاستاذ ذي اللغات اكتب ذي نس تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم ايند وسن فكارة الحقيس وسن فكارة الحقيس وثنا السيفران ان في محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قلت لان كراس يوم السيفان ذي السيفان إكس عام ذي السيفان ويزميرات تشعو العبد دوني ايند نزميرنا ذي سينكم ايند انسان يقال اقعلن الحرب افشو في قعلن الحرب الرسول صلى الله عليه وسلم افل جهل أفل همجية أفل نارشي ولكن الرحمة كويس ولا شو زمان تيسعوا الخطط سيدي ربي السيدي كان إذا أرمثي إنصار سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى كما يقول إلا يقول لكم أمريكاني قائم قرن ويليام جيمس ديرو الفيلسوف الأمريكي ده شو مدينا إلا ماذا قلنا الحكمة في العظمة قرقزني قاعدين يدوني شوي خلما دوين دجان إلا أعظم رجال التاريخ أعظم عظماء التاريخ إلا في محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول ويعيون سيدا كنديان بقرن زويمار بكتب فيس الشرق وعددي إن أعظم لعب ذي قاعدين للدنيا ذي الدين إن ذي محمد صلى الله عليه وسلم إن ذا خطر المصلح ذي القدير ذي البليغ ذي الفصيح ذي الجليل ذي الميوار ذي المفكر ذي العظيم إن دوني جزر في البغدة سنستع كلام الصفة 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 ونهاء ومركز إن ديرنا أكلي ويهبر ديون إن دو الدليل نصدر القرآن السنة إن دي خزر القرآن دي نزل سيدار بفلس أكو السنة وين دي فغان بكريس دوين يخدم إن دو بارك عنشتا أكاية مذب إذن في أنا عقيب اليوم إكت سكن يقدر إيو نسان يقدر حشو نسان يقدر لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال وكزمان هذه السين مقدار بركز حشو النسان يقدر ونسان يقدر وكي سكر يقدر إلا قناع قيقية إذن أي مثل أين يخدم الإنسان المسلم أبي تعلم السيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مازال لون غسة جاء قبل كل درجة بلك أتسك سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسيت سيرة نغي سنيت كان كسوف لا نغي بلك ذي دي دارو دي تصلى لك الناس إذن أن تعلم السيرة للسنة أن تعلم السيرة نسقي ورونا أتصل طبق في منا ونهذر في الناس إلى غير مدى خطر ذلي هنا كناس فيك ذا الرحمة كناس فيك السعادة فيك كناس فيك الإطمئنان كناس فيك أرس فيك إذن ما ذكر نحمين في مش بيحصل الله عليه وسلم إلى أن في عبريديش قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كان يتمثل شو باش تلاقيني سيما رد نخلق المجتمع ان امتد لله دائما وابدا انا حمد سيدي ربي غادي نشكر ثمور تنشي بدين الله دو تعلمت الدين شي من دو تعلمت تنشي بدين الله انسع الرحمن القوي ولا ان تعلم السيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم غادي يسكر المحبه كوبرنا باش نحمى كوبرنا باش نعذي كوبرنا باش نستنفع كوبرنا باش نخدم يون المجتمع المتراحم من كل يوم ديما الله يرحم ويضا نظام وزاره الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء الراحم يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء أرجع ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أرجع ربي من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي عمل ربهم يوم الناس المحبة سيد ربي المحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم محبة القرآن الكريم أي مثل أرجع ربي من المؤمنين حق الإيمان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد لا إله إلا الله استغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.